أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع الطاعات والعبادات والزيارات، وأن يكون سيدنا ومولانا بقية الله المهدي الموعود صلوات الله عليه، وعجل في فرجه الشريف، يرعى الجميع برعايته، وأن يكون مولانا الإمام الرضا صلوات الله عليه، وأخته كريمة أهل البيت فاطمة المعصومة عليها السلام، شفعاء للجميع في حوائج الدنيا والآخرة. ورد في الحديث الشريف هذا المضمون، أن موسى بن عمران على نبينا وآله وعليه السلام ذات يوم جاءه إبليس وعلى رأسه قلنسوة ملونة، وفي بدنه ثوب أو ثياب ملونة ألوان شتى، سأل موسى عن إبليس: لماذا جئتني؟ قال: جئت أسلم عليك. إبليس يعلم أنه بالنسبة للأنبياء لا يستطيع أن يعمل شيئا، قال: جئت لأسلم عليك. سأله موسى: ما هذه القلنسوة؟ ما هذه الثياب الملونة؟ قال: هذه وسيلة إغراء بني آدم، هذه الألوان لأجل أن كل فرد من أفراد بني آدم بسبب لون من الألوان أحمله على معصية الله تعالى، على مخالفة بارئه سبحانه وتعالى. هذه الألوان أنواع الشهوات، هذه الألوان أنواع رغبات النفس الأمارة بالسوء. ممكن شخص معروف في المجتمع، عنده كرامة اجتماعية، محترم عند الناس، هذا حتى إذا كان فقيراً محتاجاً نصف الليل لا يتسلق بيوت الناس ليسرق منهم الأموال، لا، هذا فتشكل يحصل على المال الحرام بحيث الناس لا يعرفون أنه يسرق. إذا أمن عنده شخص أمانة باعتباره رجل في المجتمع محترم، هذا يأكل هذه الأمانة ثم ينكرها. مثلا بعض الناس الشيطان يغريهم ويغويهم بالغريزة الجنسية، بعض الناس لا، مو بهذه الوسيلة، بعض الناس بحب الظهور، بالكذب، بالغيبة، بالتهمة، بالنميمة، كل شخص
بالشكل الشيطاني يغويه. هذا الحديث الشريف وأمثال هذا الحديث الشريف وقبل الأحاديث الشريفة القرآن الكريم عندما كرروا بيان هذه الأمور من إبليس بالنسبة إلى الإنسان لكي نحن نفتح عيوننا حتى أقل يتمكن إبليس من أن يخدعنا. الإنسان إذا بالليل في البيت في داره ما يدري أن هناك لصوص في هذه الليلة يريدون أن يهجموا عليه، هذا ينام مرتاح. أما إذا أخبروه بأن في هذه الليلة مثلا لصوص يهجمون عليه في بيته، هذا ينام ما ينام، هذا يظل قاعد يواظب الباب، يواظب الخارج من سطح الدار، ينظر بعيدا حتى لا يهجم عليه اللصوص وهو لا يعلم. فبين هذه النسبة يستطيع أن يدفع عنه المشكلات. القرآن الكريم كرر ذكر أمثال ذلك. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في الأحاديث الشريفة مكرر ذكروا ذلك حتى لا ننام عن إبليس. مو النوم اللي مجبورين عليه لا ننام، يعني نكون منتبهين أن إبليس يريد أن يصيد كل واحد منا بأي شكل أو آخر، حتى أقل نبتلى في الموبقات ونقع في المعاصي. وأنتم الزوار المؤمنون والمؤمنات في هذه السفرة العبادية، سفرة التقوى، سفرة الطاعة، سفرة الإيمان، زيارة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فرصة جيدة للتمرين وممارسة تبعيد الشيطان عن أنفسكم. اعزموا وحاسبوا أنفسكم كل يوم حتى تعودون من الزيارة موفورين ومحصنين من الشيطان. استعيذوا بالله من الشيطان، مو مجرد لسان، لا، لسان وفكر. وتوكلوا على الله وتوسلوا بأهل البيت عليهم السلام إلى الله سبحانه وتعالى. اطلبوا ضمن حوائجكم من أهل البيت أن يوفقكم الله، يبصركم الله، ينبهكم الله للابتعاد عن إبليس وحبائله وألوانه وأنصار إبليس، حتى تكون سفرتكم سفرة مثمرة ومفيدة أكثر وأكثر. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لي ولكم جميعا في هذا المجال، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.